معنا عبر سكايب من عمان مدير البرامج في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنميه الاستاذ امجد علوش. صباح الخير واهلا وسهلا بك معنا. ما هي هذه المسابقه الرياديه المجتمعيه وما هو الهدف منها استاذ امجد؟ صباح الخير، يعطيكم العافيه. صباح مرحبا، شكرا على الاستضافه وشكرا على هاي المساحه اللي بتسمح لنا نتواصل مع الشباب من خلالها. المبادرة عبارة عن مشروع أطلق في عام 2019 تحدي الريادة المجتمعية ضمن برنامج الريادة، بهدف تقديم الدعم للشباب الرياديين اللي عندهم أفكار ريادية خلاقة قادرة على أنها تخدم مجتمعاتهم المحلية. بوصفهم هؤلاء الشباب هم الأقدر على فهم المشاكل والتحديات التي تواجه هذه المجتمعات والأقدر على الاستمرار والقيام بتنفيذها. فيعني الصندوق دوره في هذا المجال أنه يقدم لهم الدعم المادي والفني والتقني اللازم لحتى يستطيعوا أنهم يحققوا هاي المبادرات ويحولوها إلى واقع. طبعا بالإضافة زي ما ذكرت في بداية التقرير أنه هذا الشيء ممكن أنه يكون في مبادرات موجودة مسبقا بيقوم الصندوق بدعمها وتوسيعها. نعم، نتحدث عن النسخة الثانية من هذه المسابقة، ماذا حدث للمشاريع في النسخة الأولى؟ يعني كانت المشاريع حققت أهدافها الحمد لله. كان في بعض المشاريع بدأت يعني من الصفر، والبعض الآخر طور مشاريعهم، طوروا مبادراتهم الموجودة على الأرض، واستطاعت انها تحقق يعني بعض احد المشاريع استطاع انه يحقق يعني وصول خلينا احكي عالمي. فكان يعني لها اثر ايجابي كبير حتى على الفئات المستهدفه، لانه هاي المشاريع في النهايه لما بدها تستهدف مجتمعاتها المحليه، الهدف الاساسي لها انها توسع قاعده المشاركه الشعبيه لها. فكل ما كان في قدره عند هاي المشاريع انها تستطيع توصل لناس اكثر وعدد اكبر من المستفيدين بكون اثرها اكيد اكبر. فكان يعني بالمجمل معظم هاي المشاريع كانت استطاعت انها توصل لناس اكثر وعدد اكبر من المستفيدين. نعم، وايضا بتساهم بزياده فرص العمل للشباب والقادرين على العمل في هذه المشاريع. نذهب الى موضوع اخر، موضوع الزماله مع مجلس النواب. ما هي المهارات برايك التي سوف يتم اكتسابها من هذه الزماله مع المجلس؟ مشروع الزمالة البرلمانية أصبح الآن في هاي الدورة. هذا المشروع يستهدف يعني تقريب الشباب خطوة إضافية من موضوع الحياة السياسية في الأردن، وهي حاجة ملحة الآن إحنا نعتقد في الصندوق. فمن هنا يأتي إطلاق هذا المشروع بهدف أنه يصقل ويطور مهارات الشباب بحيث يستطيعوا يشاركوا ويعرفوا أكثر عن موضوع الحياة السياسية في الأردن. المهارات اللي ممكن يكتسبوها متعددة، يعني ابتداء من المهارات المعرفية الأساسية بالإضافة إلى معرفتهم وفهمهم في موضوع الحياة السياسية درجة إضافية في الأردن، معلومات عن حول الديمقراطية أيضا. واهم شيء هم في هذه الدوره، طبعا هاي الدوره الثانيه راح تكون ان شاء الله لهذا العام، الدوره الاولى كانت في 2019، الدوره هاي بنامل انها يعني تحقق اهدافها، راح يكون الشباب فيها في النهايه بتحولوا لباحثين مساعدين بحثيين للنواب. طب كم عدد الشباب اللي راح ينخرطوا بالزماله مع مجلس النواب؟ راح يكون العدد احنا بنستهدف في هذا العام 75 شاب وشابة، بحيث انه يتحولوا زي ما اسلفت لمساعدين بحثيين للنواب، بيقوموا في المهارات والدور البحثي المساند لتعزيز البيانات اللي ممكن يتم تقديمها او الحصول عليها من قبل النائب. لما يكون هذا الشاب متخصص في مجال البحث اكيد بده يكون عنده قيمة مضافة يقدمها في المجلس. نعم، نذهب إلى الموضوع الثالث الذي سوف نتحدث فيه اليوم. الصندوق أطلق مسابقة طور لعبتك من بيتك، تحدثنا عن هذه المسابقة وما أبرز ما تضمنت.
هذه المسابقة هي تأتي كنوع من التطوير والتغيير في موضوع الحياة ما قبل كورونا. خليني أحكي يعني الفيروس لا يخفى على أحد عم بتحور وبتطور وبتحول، وإحنا كمان كذلك لازم إنه يعني نغير من طريقتنا لحتى نستطيع أن نواكب هذا التحدي اللي عم بيفرضه هذا الفيروس. فلذلك كان التطوير في تحدي التطبيقات الإلكترونية هدفه كان الأساسي هو في العادة أنه يعني يكسب الشباب الطلاب من 14 إلى 16 عام مهارات تطوير الألعاب الإلكترونية. فيعني التطوير كان أنه تحول لشكل إلكتروني، فصار من بيته بيستطيع أنه هذا الطالب طالب المدرسة أنه يحصل على التدريب اللازم والمعرفة الكافية والوافية والقدرات اللي بتأهله لحتى يستطيع يصمم لعبة إلكترونية تشتغل ويستفيد منها ويتعرف عليها ويستطيع حتى أنه ينشرها على متاجر التطبيقات الإلكترونية المختلفة. كم عدد الأطفال اللي ممكن يحصلوا على هذا التدريب وهذا هذه المهارات اللي راح تقدموا لهم إياها؟ بالحقيقة عدد الطلاب غير محدود طالما هو بيصير بشكل إلكتروني، ولكن الفائزين لا يعني بيكون الفائزين في المسابقة في النهاية محدود بمحدودية معايير المسابقة اللي بتكون فائز عن كل إقليم. نعم راح تكون العملية بشكل مباشر عملية التعلم ولا راح تكون على شكل فيديوهات؟ المرحلة الأولى اللي هي مسميها مرحلة الأورينتيشن، يعني خلينا نسميها بتكون فيديو هاي، ولكن مرحلة التدريب لا بتكون بشكل مباشر وبصير الأسئلة والاستفسارات بين الطلبة والمقدم التدريب. فبالتالي يعني ممكن نحكي أنه ممكن نوصل يعني لحد 50 أو 100 مشارك في كل جلسة. هذا يعني معقول في بعد ما جربنا وشفنا كيف صارت السيشنز الإلكترونية عبر التطبيقات الزوم وإلى آخره، اكتشفنا أنه يعني 50 معقول، 100 إضافي شوي، ولكن ممكن أنه كمان أنه يستطيع المدرب أنه يمشي فيه. طب سؤال أخير، هذه المسابقة حملت عنوان محطات مضيئة من عمر الدولة الأردنية، هل هناك أفكار معينة تريدون أن تصلوا إليها أو تبحثون عنها؟ في النهاية بعد ما يحصل الطلاب والمشاركين على التدريب اللازم في تصميم وبناء الألعاب الإلكترونية بدهم يقوموا بتصميم لعبتهم. فيعني هلا موضوع اللعبة ايش بده يكون؟ في العادة يعني في الأيام العادية بيكون بينطرح ثيمز مختلفة لهاي الألعاب والأفكار. السنة هاي ويعني ضمن احتفالاتنا في الدخول المئوي الثاني للمملكة شيء أكيد يعني بنحب إنه نشوف شبابنا وأطفالنا عم بيقتربوا خطوة إضافية وبيطلعوا أكثر على تاريخهم وإرثهم الحضاري خلال القرن المنصرم. فيعني بدنا نشوف من الشباب ومن الطلاب اللي عم بيعملوا هاي الألعاب كيف بدهم يعبروا عن تاريخهم، وهذا الكلام ما بيكون إلا بالطلاع مكثف ومعرفة قوية في تاريخ الدولة الأردنية وتاريخ أجدادهم وأمجادنا وكيف وصلت الأردن والمملكة لهذا الوضع اللي هي فيه اليوم بفضل هاي الجهود اللي بذلوها أسلافنا. شكرا جزيلا لك مدير البرامج في صندوق الملك عبدالله الثاني لتنمية الأستاذ أمجد علوش.